استاذ اوسكار مساء الخير، انت معنا على الهواء، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير استاذ عادل ولا ضيوفك، سوري انا ما عم بقدر اشوفكم لانه انا بجنيف، بس بشوف صور على السوشيال ميديا شيء ما بنحب نشوفه ببلادنا. اصحاب المحطات عندهم حقوق ومظلومين، بما انه المسؤولين بعض المسؤولين ما حبوا يحملوا مسؤولياتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم، واصحاب المحطات عم بينظلموا بقالن شهرين وحقهم وعملوا اضراب ومحطات الشركات ويكبتهم بالاضراب، وهيدا حق بعد اللي شفناه وبعد اللي عم شوفه. انا بصفتي رئيس مجلس اداره شركتي كورال وشركه ليكوي غاز، اوكي، واتصلت كمان باستاذ جورج فياض اللي بيمثل مجموعه بقوه شركات، واتصلت بإدارة شركة كورال وطلبت منها هلأ فورا تفتح جميع محطات كورال وتسلم البضاعة كلها ومنشآت كورال ومنشآت ليكويغاز، منشآت كورال ومنشآت ليكويغاز ابتداء من بكرة صباحا تغذي جميع محطات التي تملكها الشركة أو تديرها الشركة، شركة كورال وشركة ليكويغاز. وطلبت من السيد جورج فياض يطلب من جميع الشركات البقوية ياخذوا قرار أسوة بقرارنا، خلينا نكون مسؤولين، ما نكون مثل المسؤولين اللي هني حابين ياخذوا قرارات شعبوية، اللي هني ما فرقيني مع شعب شهر ونص ولا فرقيني معهم قطاع طويل عريض مؤلف من 3500 محطة و12 شركة تعيل 25 عائلة ما طلعوا فيهم بعد المسؤولين. لذلك سأتمنى كمان شيء تاني، نحن قررنا كشركات كورال وليكويغاز واخذنا اوكي كمان من رئيس مجموعه الشركات البقيه العشره البقوي انه ينطلب احد المسؤولين او اي مسؤول من المسؤولين يطلب من المحطات التضحيه مؤقتا، وبشدد على كلمه مؤقتا، من جعيلتها اللي هي جعيلتها 1900 ليره واللي طارت الجعيله، لانه مش 1900 ربح نت، هو 1900 جروس، يعني في مصاريف كهرباء ومي وموظفين وعمال و و و الى اخره، يضحوا منا، يضحوا فيها بشيء معين بسيط. وشو بيضحوا كمان هالمحطات؟ نحن نلتزم الشركات، شركات كورال وليكويغاز ومجموعه شركات البقوي بتفاهم مع استاذ جورج فياض نضحي بنص القيمه اللي بضحي فيها المحطات بجعالتها. هيدا هالشيء مؤقتا بحل الموضوع على امل انه بعدين الله يحمي هيدا البلد، بركي بيرجع بينزل سعر الدولار، بركي بيكون المسؤولين ياخذوا تدابير بتحل الامور بهذا البلد وبتزبط الامور. لذلك خلينا نعتبر انه الاضراب بالنسبه لالنا كمحطاتنا اللي بنملكها من ديره وقف، وبعتقد الشركات بقوي حتعمل هيدا الشيء، وبعتقد المحطات عندها ضمير شفافي واوادم شفافي انهم يضحوا شوي بجعيلتهم، ونحن سنضحي بنصف الوقت اللي بتضحي فيها المحطات بجعيلتها. وانا بتشكركم، شكرا، بتشكر الام تي في، والله يقويكم.